أشير إلى بعض الأخبار العاجلة التي كنا عرضناها في أسفل الشاشة منذ قليل. الجيش الإسرائيلي يقول أن القوات الإسرائيلية ستتمركز عند خطوط وقف النار داخل قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة. كذلك يقول الجيش الإسرائيلي لن يسمح بأي شكل من الأشكال بانتقال السكان من الشمال إلى الجنوب أثناء الهدنة، وكذلك لن يسمح بحركة الشاحنات من جنوب غزة إلى شمالها أثناء فترة الهدنة بدون تنسيق. على ما يبدو هذا إجابة على التساؤلات الكثيرة التي طرحت اليوم حول إمكانية المرور من الجنوب إلى الشمال أو عودة النازحين من الجنوب والشمال وإيصال المساعدات كذلك من الجنوب إلى الشمال. إذن لن يسمح بحركة الشاحنات إلا بتنسيق، ولن يسمح بحركة المواطنين. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.